تفضلي. جدول المعهد كان مليان وما لحقنا نتعرف على بعضنا، لهيك عزمتك على قهوة. حابب أحكي لك عن حالي شوي. أنت بتعرفي إنه بدي كون دليل سياحي، بتعرفي ليش؟ لأنه بدي سافر وشوف العالم كله، بس بالأول لازم أتعلم أحكي بأسلوب مزبوط، لهيك عم بدرس. أنت شو هدفك؟ بدي أعيش بغير أسلوب، لا أقدر أتزوج صديق طفولتي، لازم أتماشى مع مكانته ومع طبقته الاجتماعية. أنت بدك تتزوجي مو؟ إيه، وإذا؟ لا ما في شي، بس هيك. وين عايش هو؟ كان عايش بنيويورك من زمان، المشكلة إنه رجع من هنيك متغير وما بقى يشبهني بأي شي، حياته اختلفت وطبقته الاجتماعية تغيرت. اسمعي، بما أنه رفيقك رح يتزوجك فأنا رح كون بالمعهد رفيقك وشريكك وأقرب حدا إلك، أنا بقصد أقرب حدا إلك بالتدريب. تفضلي. شكرا. صحتين. عقلبك. انبسطتي؟ ايه، بس خفت كتير. بس انتي كنتي منيحة. ايه، بس هالشي كان بفضلك. شكرا لك، تحمست كتير. صار لازم روح. شو وصلك؟ لا انا رح روح لوحدي. بيتك على طريقي، انا بوصلك. لحظة. مو مشكلة. طلعي. شكرا لك. شكرا كتير. شوفي. هاي جاك. اشتقت لك كتير. يلا اطلعي. ماشي. تفضلي. هاي شوفي، انتي بخير؟
هاي سونال، يلا قليلي أنا رفيقك، وإذا أنت بتشاركي اللي بقلبك مع رفيقك ممكن ترتاحي شوي أو حتى تقدري تلاقي حل. وثقي فيني، اليوم ليش اجيتي متأخرة؟ شو اللي صاير؟ راجيف، أنا مبارح شفت ريكي مع بنت تانية، يعني هو ما بحس بأي شيء تجاهي. أنا متضايقة كتير، ريكي أكيد ما عم يفكر فيني، وحتى يمكن ما يتزوجني، بس أنا الحق علي. لحتى أتزوج أجيت لهون وكله كان على الفاضي، حاولت تكون مناسبة لمستوى لحتى أقدر إنه أتزوجه. قلك شو؟ بلاهن هدمو، أصلاً الغلط مو غلطك، مو مسؤوليتك بنوب، وبظن الأحسن إلك إنه تفكري بحالك ومستقبلك وبالشي اللي بدك توصلي له. ركزي على حياتك. وبالمناسبة عندي شي خبرك، يا أنتي صبية حلوة وصعب كتير على أي شاب يرفضك. قلك شو؟ أنت كتير بتعجبيني، صار لي من وقت ما شفتك عم حس بأنه لازم تكوني إلي، بس ما لي حظ. أنت مرتبطة ولهيك كل شي عم بحكيه على الفاضي. راجيف، أنا أجيت لهون بس كرمال زواجي، والكلام يلي عم تقوله للأسف عم يصعب الوضع كتير بدل ما يحله. أي يمكن ما عندي خبرة بقصة الإتيكيت والحياة العصرية، بس ماني ضعيفة بنوب. بعتذر رفيقتي العاطفية، بس كنت عم حاول ضحكك مو أكتر. خلصنا. وبدي لك كمان، أنا مو هدفي إني أثر على زواجك، أي بس وقت بتحتاجي لصديق أنا جاهز. آخر يوم بتدريبنا بكرة، لهيك خلينا نركز على دروسنا وبس. أي شو قلتي؟ تسمي كمان شوي. شكرا راجيف. امشي. الحقيقة إنه نحن منضل ضعاف كتير وما منوثق بنفسنا لحتى نقابل شخص يرجع لنا هالثقة، وهذا الشيء اللي صار مع سونال. وقت اللي راحت على المعهد قدرت تلتقي براجيف، هو شخص رايق وعنده أفكار حلوة وشخص مميز، وكان يدعم سونال على طول. خلال فترة دراستها بالمعهد سونال التقت بأشخاص جداد، وبسبب هالشي طريقة تفكيرها تغيرت، وحتى تغيرت طريقة نظرتها للأمور. ونحن كلنا منعرف منيح إنه حياتنا بتمشي حسب طريقتنا وأسلوبنا بالتفكير، يعني بالمختصر نحن اللي منرسم حياتنا، وسونال صار فيها نفس الشي، وطريقة تفكيرها تغيرت وتغيرت كل حياتها وشخصيتها، وصارت تفكر بأسلوب جديد، بس هالتغيير كان إيجابي بشكل ممتاز كتير.